أمريكا وأوروبا فرضت عقوبات على الأثرياء الروس وصادرت ممتلكاتهم، ومنها بقى اليخوت الفاخرة الغالية جداً. أحب أقولك الموضوع مكلف جداً، ملايين الدولارات بتدفع سنوياً. ليه؟ هضرب لك مثال. يخت أماديا بيمتلكه النائب ورجل الأعمال الروسي سليمان كاريموف، تقدر قيمته ب 325 مليون دولار، اتصادر وراسي حالياً في ميناء سان دياجو بولاية كاليفورنيا. هيكلف الخزينة الأمريكية 10 ملايين دولار في السنة، رسوم الصيانة والاحتجاز وغيرها من التكاليف. أمريكا وأوروبا فرضت عقوبات وحجزت على سفن وطيارات بتزيد قيمتها عن مليار دولار. هتقولي طيب هيبيعوها؟ هقولك لا، ما الحرب لما تخلص وانت اشتريت يخت ولا طيارة هيجي مالك اليخت الأصلي ويرفع عليك قضية، وانت تعتبر سرق، وهتدخل بقى في حرب قضائية مع الأثرياء الروس. المشرع الأمريكي دلوقتي بيحاول يمرر قانون يسهل بيع الأصول الروسية المجمدة ويستخدم العائدات لمساعدة أوكرانيا. انت ايه رأيك؟ تفتكر هيطلع قانون يسمح ببيع الممتلكات اللي اتصدرت؟